اتفضل يا باشمهندس. يعني انت كنت مكتم المفاجاه دي للناس الى ان اتفضل. ما هو حسن انفعل يعني، والناس كلها كانت عايزه تطمن منه، هو قبل العقوبه حس بغلطه واضح يعني. اتمنى ان هو يستفيد اكتر، يكون اكتر المستفيدين من المشكله اللي حصلت. لعيب يعني اذا ركز هيبقى لعيب مهم جدا في مصر، مش بس في النادي الاهلي، يحتاجه النادي الاهلي الفتره القادمه، لكن هذا لن يشفع له اذا خرج عن النص. اذا خلينا نقول الكره كانت في ملعبه، وهو بمهاره شديده عرف يرجع الكره يستوعب الكره يتعامل معاها كما ينبغي. طيب. ان هو يعتذر وعلى الهوى ويبعت لك حاجه تتقال على الهوى مهم. ده اعتذار كهربا الصريح لجماهير النادي الاهلي وللنادي الاهلي ولكل مسؤوليه عن اللي حصل. صدر منه هذا الخطا الفادح، تم عقابه العقاب الرادع، اعتذر، والامر في النهايه زي ما قلت لكم احنا بنقول قرار مش بنقول قرار. من ابراهيم فايق انه قال زي البطيخه، ما ده واقعيه. هو الراجل كان شايف، انا مش عارف وهو بطيخه فعلا خلاص يعني، بس طلعت حمراء الحمد لله وطعمها كويس يعني بعدين. طيب. لما يعني على السكين هي يعني. طيب هل ده كان كده مع الزميل هاني حتحوت وقتها كان كده ولا لا؟ نشوفه برضه. لانه في الاخر الاهلي اعلن بعد ما اجتمع بيه واجتمع مع ناس كتيره قوي وقرا سيرا ذاتيه كتيره قوي، وبناء عليه الحكم بان الراجل ده مش هينجح حكم متسرع جدا، وفي نفس الوقت الحكم بان الراجل ده هينجح ما ينفعش انت اللي تقوله. اللي يقوله هو مسؤول الاهلي ان هم اجتمعوا بيه وشافوا، لكن انت من حقك انك تشك او تقلق. ليه؟ لانك بتقرا سيره ذاتيه، والسيره الذاتيه بتاعت الراجل مش سيئه لكنها اقل من الاسمين اللي قلناهم واقل من اسماء كتيره طرحت في الفتره اللي فاتت. وبناء عليه الفقر بيتسم بالذكاء والدهاء والسرعه، وبيتسم بان هو ممكن يعمل حاجه انت مش متوقعها، فممكن تعتبر ده، ممكن تعتبر من الناحيه الثانيه ان الفقر صغير. فهل هذا الرجل السويسري اللي خد دوري في الفترة الماضية مع أندرلخت البلجيكي واللي درب تريزيجيه فترة قصيرة قبل ما تريزيجيه يمشي هينجح في أنه يقود طموحات الأهلي لتتويجات محلية معتادة على الأهلي وإفريقية غابت عن الأهلي من سنة 2013؟ ده اللي الناس كلها مستنياه، أو جمهور الأهلي كله مستنيه وشوية بيشعر بالقلق بعد ما الجبل توقع الناس أنه يخرج منه أسماء أعلى شوية. يعني برضو كلام مقبول يعني لحد دلوقتي، قال لك من حقك تقلق لكن ده مش معناه انه مش هينجح. لكن في سيفيهات على فكره من ضمن السيفيهات كانت مطروحه علينا، الراجل اللي مرن برشلونه ده يعني وفشل فشل ذريع، برشلونه فرط منه اهو. صحيح. مش بالسي في على فكره، مش بالسي في، لا بالسي في ولا بالسي دي، هو انك انت تبقى تملك الشخصيه اللي تستطيع ان تكون مقنعا للاعبتك وتمشي في المناخ اللي انت رايح تتحمل مسؤوليه فيه. حتى الان الدنيا ماشيه كويس باذن الله. طيب البطيخه اتفتحت طلعت حمراء في ماتش السوبر، الاهلي كسب، بدات الناس تتكلم على انه فايلر لا حاجه مختلفه. انا ليه بقول لكم فايلر دليل ادانه للاعلام الرياضي بمختلف اتجاهاته؟ لانه كده مد وجزر كل يوم بيوم. اول ما نجح ريني فايلر هقول لكم بعض النماذج الصحفيه. طلع الاهرام المسائي قال لك ريني على خطى العظماء، ضربه البدايه تمنحه التثبيت وطريق هاريس وجوزيه في انتظاره. طيب وكمان الاهلي فيرست كلاس، الخبراء بيقولوا للاهرام المسائي فايلر نجح بامتياز وعلامات استفهام على ميتشو. الاهرام الاهلي سوبر مصر، فايلر المفاجاه تلاعب براس الذئب ميتشو وترك بصمته بثلاثيه. وكتب ممكن افكرك بحاجه في الماتش ده بس 3-0 والناس قالت لك هنعمل سكور عالي جدا. الشوط الثاني ضربتين جزاء وفيض للزمالك يعمل منها جولين، وفي ضربه جزاء مؤكده للنادي الاهلي في نفس المباراه وبنفس الحكم اللي قدر يحسب ضربتين جزاء على فريق ولم يعطيه حقه في ضربه جزاء. النتائج لو تمشي بشكل طبيعي الهدف. النتائج لو تمشي بشكل طبيعي
تفتح كتير طبعا. لكن للأسف الشديد التحكيم يعني بتوفيقه قد يقودك هنا أو هناك. وكتب صديقنا العزيز محمد سيف: فايلر بقى فاير، لعبوا الأهلي مع فايلر بقى مزاجهم عالي جدا. نسمع الناقد الرياضي محمد سيف. فايلر بنقول ايه؟ بقى فاير، بقى فاير. شوف زي ما حضرتك في الاول قلت ان اي حاجه ما بنحكمش عليها الا بعد فتره. فشيء طبيعي. لو سالت انت اي حد في كره القدم هقول لك مش هحكم على اي مدرب الا بعد 7 أو 8 ماتشات 9 ماتشات. ليه؟ عشان يكون تعرض لكل الظروف. لكن عارف انت بقول لك الجواب بيبان من عنوانه. ايوه. تحس ان في حاجه جديده حصلت مع فرقه النادي الاهلي، اهمها ان الراجل بقى عنده تشكيله اساسيه او هيكل اساسي، وبعدين ممكن اشيل عنصر واحط عنصر وفقا لمستوى المباراه. وزي ما انت حضرتك كنت بتتكلم على التشكيل بتقول ايه؟ خلاص يكاد يكون معروف. يعني ممكن اسمعه لك دلوقتي على الغايب، اعمل كده واسمع تشكيل النادي الاهلي. دي تحسب ليه. بالظبط. الحاجه الثانيه ودي الاهم في نظري، انك انت تحس ان لعيبه الاهلي بقت تنزل تلعب وهي نفسيتها يعني ايه؟ ليهم نفس يلعبوا. يعني تعرف لاعب نازل عنده مزاجه عالي، مزاج عنده رايق انه عايز يلعب كوره، ولاعيب الكوره طالما دخل الملعب وهو نفسه مفتوحه للعب خد منه اكتر مما تتوقع له. ولاعيب الكوره لما ينزل الملعب وحاسس ان هو فريش مبسوط، يعني تعرف انت لما تكون واحد كده ايه مثلا شارب فنجان قهوه على الصبح مبسوط كده او شارب شاي ساده، ده مدير فني، ده مدير فني، ده مدير فني، ده شغل مدير فني. ما هي نفس اللعيبه. ايه اللي جد على النادي الاهلي في تشكيله الاساسي عن ايام اخونا لصارتي او كارتيرون؟ يعني كل النقاد شافوا ان فايلر قدم اوراق اعتماده وان هو مختلف وان الاهلي معاه مختلف، وافاض يعني الكابتن محمد سيف انه قال اللعيبه عندها مزاج عالي وفريش وكله حاسس بالعداله وكله نفسه مفتوحه وكله نفسه يلعب، وده نجاح للمدرب اللي هو هو بعد كده هنبتدي نشوف كيف تعامل معه الاعلام. لما سافر لجائحه كورونا زي كل الناس سمعنا كلام تاني خالص. انتوا بتراهنوا ليه رهان شديد جدا على مساله عوده الدوري؟ يعني احد الاعلاميين الكبار برضه مستضيف وزير الشباب في مكالمه ولا حاجه من يومين، وكل قضيته وده يكسب الجوله مع وزير الشباب وينتزع منه تصريح بان الدوري راجع، لدرجه ان البعض فهم ان الدوري بالفعل راجع. بقول لهم لا، الدوري مش راجع ومفيش دوري، بدليل انه النادي الاهلي نفسه طول اليوم بيتمسك بعوده الدوري، وبالليل فايلر بيمشي بياخد اجازه 15 20 يوم. راح سوسه. طب رايح لا خلي بالك مش راجع. يعني على طريقه بقى اللي بيعملوها في قناه البتاع والجرايد بتاعتهم، مش راجع. الراجل عنده عرض ومش مقتنع بالبقاء في النادي الاهلي، وحط شروط ماليه صعبه جدا تتحقق في الظروف الحاليه، وكان في خناقه عليه. الراجل رفض التمديد ورفض التجديد، لذلك هتلاقي الفتره اللي جايه حرب على فايلر. الحرب اللي اتعملت على الناس بتوع السوشيال ميديا اللي قال عليها ايهاب هتتقلب لمدرب الاهلي. طب انت هتجيبه منين؟ وعايز تستعمل الدوري بعد اسبوعين ثلاثه ازاي وانت بتقول لمدربك امشي؟ يا فتحي مبروك هيسخن مثلا؟ يعني الدوري مش راجع بدليل ان فايلر خد اجازه وطلع ومش راجع. مش راجع ومفيش دوري ومفيش فايلر والجمهور والناس هتتقلب على فايلر. ده يدلك على التفكير الممنهج اللي بيجهز لحاجه. انك ازاي تقلب الدنيا على الراجل ده في حاله عودته. وبعدين الثقه الهائله اللي بيتكلم بيها اي مصدر اي اعلامي النهارده، انه يقول لك طلب مبالغ كبيره مش هيقدر عليها النادي الاهلي، ثم يجي الراجل يجدد من غير اي تعديل في راتبه. يعني طب مين اللي نقل؟ شوف اللي قال الخبر غالبا حد نقله له. طب اللي نقله له جابه منين؟ وانا اقوله بدون تيقن ليه؟ يعني طريقه تداول الاخبار برضه عايزه مراجعه يا استاذ ابراهيم. هو بص، هي المشكله الكبيره كله بيتكلم يبقى عنده معلومه قد كده يبني عليها قصه قد كده، وعايز كل الناس تصدق اللي قد كده، رغم ان المؤكد عنده اللي قد ديت. المؤكد انه عنده نبت، لكن الباقي ده استنتاج او تفسيرات. لكن هو برضه برنامج
سواء على السوشيال ميديا او في الاعلام غير لما اقول لك خدوا مني. ايوه انتوا انا معودكم اللي اقوله خدوا منه وتاخد منه ما تلاقيش في لا ممكن يصادف ان يطلع كلام صح وفي ناس منهم بتجتهد بالفعل. هو انا يعني بتعرض الناس كتير بتسالني طبعا انا اذا كنت هتحفظ غيري ممكن ما تحفظ لكن انا بادرك حجم المجهود اللي بيعمله الاعلامي عشان ياخد معلومه. ايوه انما هي الفكره كلها انك انت يعني تقعد تقول طلب مبلغا مش هو ده مثلا خبر لا يمكن لا يمكن يكون صح لان مين مصدرك فيه؟ مين اللي هيقول لك فايلر قاعد مع الكابتن الخطيب وطلب فلوس الا اذا كان الكابتن الخطيب ما هو مين او فايلر لا ده هيتكلم ولا ده هيتكلم يبقى انت جبتها منين دي؟ انا بديك مثل بس سريع كده ما هي دي اشكاليه الاسبق والاصدق بقى عايز تبقى الاسبق ولا الاصدق؟ هي دي المشكله هي ماشيه الاسبق لحد دلوقتي. طيب جيري نيفايلر لقينا الاهرام المسيحي وقتها الاهلي يبحث عن خليفه فايلر سرا مفاوضات مع ماميتش والصربي يطلب 3 ملايين و500 الف يورو راتب واتصالات سريه مع عماد النحاس لقياده المسؤوليه بعد دوري الابطال. طب هو فايلر عامل ايه مع الاهلي؟ ده كشف حسابه لغايه المباراه اللي فاتت مع المصري لعب مع الاهلي الراجل لغايه دلوقتي 36 ماتش في 4 بطولات مختلفه دوري وافريقيا وسوبر محلي ومرتين وكاس مصر. فاز الاهلي مع فايلر 28 مباراه وخسر مرتين 2 من 28 مباراه خسر مرتين 2 28 فوز 6 تعادل 2 هزيمه في 36 مباراه هزيمتين في 36 مباراه وسجل الاهلي مع فايلر 78 هدف واستقبل 16 هدف منهم هدفين اعتباريين. التفاصيل الدوري 23 مباراه الاهلي بيتصدره ب 62 نقطه لكن في نظر الناس انه فاشل مع انه عنده 62 نقطه ويتصدر عنده 20 فوز وهزيمه واحده. في كاس مصر راح دور 16 بعد ما تخطى بني سويف في دور ال 32. في دوري ابطال افريقيا في السيمي فاينل وهيلعب الوداد المغربي. في السوبر المحلي في القاهره سبتمبر 2019 فاز الاهلي 3-2. في السوبر المحلي في ابو ظبي في فبراير الماضي خسر بركلات الترجيح. ده ريني فايلر اللي انا قلت لكم دليل ادانه واضح من البدايه حصل تحفظ لكن في ناس كان عندها قدر من الموضوعيه قالت يا جماعه نستنى هو بطيخه ربما تطلع كده وربما تطلع كده لكن السي في لا يشجع. بس وقتها لو تفتكروا لجنه التخطيط في النادي الاهلي قالت احنا اخترنا ريني فايلر بالمواصفات اللي احنا عايزينها حد عنده طموح حد عنده رؤيه حد عنده رغبه في النجاح عنده شخصيه في النهايه عنده شخصيه عنده شغل صنايعي في الملعب بنفسه في اخطاء فنيه كتيره للعيبه عايزه شغل شخصي كانت النتيجه التعاقد مع هذا المدرب حتى الان يسير بخطه ثابته ان شاء الله ويتمكن من يحقق تحقيق طموحات الاهلي. في قضيه مهمه تانية طرحها احمد حسام ميدو وحسن عبد ربه والكابتن ضياء السيد